الأهلي يتفوق على المحلة في الشوط الأول بهدف من ركلة جزاء، هذا هو ملخص الشوط الأول. نروح لفاصل نرجع نشوف آراء محللنا الكبار في أحداث الشوط الأول، أرجوكم انتظرونا. نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف، رأيك في أحداث الشوط الأول؟ نفس البدايات في كل مباراة، تستحوذ بكل ليك سبق التهديف وتتوالى الكرات وتتوالى الفرص لبيرتاو. كان ممكن يغير نتيجة النهاردة برضو باتنين تلاتة في الشوط الأولاني، يعني جات لك كذا فرصة وفرقة المحلة كانت واقفة لغاية 20 دقيقة أو 25 دقيقة، مفيش حاجة مسلم لك مباراة، أنت اللي عندك النزعة، أنت اللي عندك برضو بعض من الروح والضغط وإنك تجيب الكرة التانية زي ما قلنا. ولكن أول ما بيحصل عليك هجوم أو بيحصل عليك كرة مرتدة أو أي حاجة، بحس إن الفرقة قلقانة أو في حالة رهبة كده، اللعيبة مش واقفة عادي بتستقبل الكرة عادي كده، كل واحد في مركزه متمركز سليم، إنما أي حد بيخش عندك ال 18 في بتحصل برجلة. مش فاهم يعني، أنا مش فاهم يعني، متوجسين دايما إن ممكن يحصل خطر بجول، إحنا اللي إحنا اللي صانعين الكلام ده بإيدينا يعني، مش محدش بيعمل لنا أي حاجة. فلازم يبقى في ثقة أكتر من كده، لازم يبقى في زي ما قلنا استحواذ ونقف على الكرة بتاعتنا ونشوف لعبتنا كويس، يعني تحركاتنا حتى تبقى سليمة. دي لعيبة كبيرة كلها، راجل جايب الكرة أبص ليه بيقطع له محمد شريف، بيقطع لراجل في الكرة في الاتجاه اللي هو جاي فيه، ما توسع له خليه يروح، طول ما أنت بتاخد اللعيبة معاك خليه يروح، هو يروح وبعدين يبقى يديلك على الكرة لمحمد طاهر قبل ما يطلع هو وبيرت ساو مش عارفين يعملوا فيها إيه، ده يدي ده ولا ده يدي ده، وده عايز لا ده عايز ياخد له خطوتين قدام ولا ده عايز في حاجات بتحصل كده مش مفروض من عندنا يعني. وتخلص الحكايه بقى، انت كنت جبت جول في الشوط برده نفسك، جبت جول في الشوط الاولاني بعد الجول اللي انت جبته ضربه جزاء، الحكايه خلصت عادي جدا. ليه دايما بتخلي الخصم معاك في الحكايه للاخر يعني؟ جود لك ونشوف ان شاء الله الشوط الثاني. صحيح. طيب كابتن علاء، ايه اللي حصل بعد هدف قفشه؟ ولا حاجه، ما حصلش حاجه. ليه ده؟ ليه دي بقى ما اعرفش يعني، ليه دي مش ليه لها سبب يعني، ليه الفريق المنافس مش موجود فما فيش سبب، ليه تحركاتنا حاسس ان هي ما فيهاش فيها وعي، ليه الكره بتتقطع منك بسرعه، ليه شكلك في الملعب ما كانش فيه مستحوذ بس حس ان انت شكلك في الملعب انت ما عندكش شكل في الملعب، ليه في يعني حاسس، بص ايمن تحس في وقت كده ان في حاله توهان في الصوت نفسه. أيوة. يعني مع الاحترام فريق المحله بحس هم فرقتين زي بعض يعني، المفروض انت 1-0 بعد ضربه الجزاء، حلو قوي توقيتها جميل جدا، المفروض تبدا انت تستحوذ مع فريق ما بيعملش حاجه يعني. النهارده فريق المحله اول مره اشوف فريق المحله النهارده كل الكلام اللي احنا قلناه قبل الاستوديو ما عملوش، ولا باداء مساحات ولا بيلعب على كوره ولا حاجه خالص، هو فريق بيجري الكره وخلاص، لكن هو ما فيش شكل كمان، مستسلم تماما. فكويس قوي على فكره بالنسبه للنادي الاهلي، كويس جدا 1-0 خلاص، هو الهدف جه بدري قوي فبالنسبه له خلاص الامور انتهت. انت ليه يعني، انا مش عايز يعني اقصر شويه في الكلام، انت ليه مش مستحوذ على الكوره تلعب بشخصيتك؟ ايوه بص ايمن، هو ملخص الشوط الاول ضرب جزاء، انت مش لاقي شخصيتك في المباراه، بس مفيش كلام اكتر من كده عشان ما سويتش. طيب كابتن اسامه، ليه الريتم بينزل بعد ما بتحرز هدف بالرغم ان الفريق الاخر او الفريق المنافس مدي لك الفرصه انك تضغط وتجيب تاني وتخلص، ليه الريتم بينزل وبيقل؟ هو في حاله بعض اللعيبه مش حلوه يعني، بيرستا بيتحرك كتير ناحيه اليمين بس في لخبطه، في يعني ايه عدم رؤيه جيده في التصرف يعني، في كره جات له اعتقد من طاهر انفراد وكان ممكن يسند لجوه كان يبقى الجون مفتوح قدامه يحطها، سابها على اليمين وشاطها ضعيفه راحت ضربت في القائم. واحده ثانيه اللي شريف اتكلم عليها، هو وطاهر مش عارفين، طاهر بيجري بالكره وهو دخلوا على بعض مش عارفين، اتلخبطت في عدم تركيز ووعي شويه. طبعا الاطراف برده مش، احنا كنا اتكلمنا على موضوع الاطراف مش شغاله كويس يعني، وحيد وكريم فؤاد مفيش كرات عرضية واضحة، مفيش كرات بيخترقوا مثلا في التلت الأخير عشان يعملوا حاجات
لتحت للمهاجمين لتحت، وسط الملعب الحركه مش كبيره. يعني انت تلت ساعه تقريبا فرقه المحله سايباك تعمل اللي انت عايزه. هم لما لقوا ان انت يعني مش شرس عليهم ابتدوا يدخلوا في اللقاء. بعد كده المشكله انه 1-0 نتيجه مقلقه. صح، نتيجه مقلقه، لانك كل ما الوقت يعدي ويقرب ومثلا ناقص ربع ساعه تلت ساعه المحله هيتجرأ اكتر. مظبوط، وهيربكك، لانك انت حتى في الكرات البسيطه اللي فرقه المحله عملت فيها كم نقله على الاطراف في الجنب الشمال بالذات او ناحيه اليمين عملت لك قلق. هو مصطفى عبده عمل تغيير بنزول الاخميمي، يمكن علاء كان بيتكلم عليه مهاري وكده، وشال احمد السيد. بس هو مشكلته انه حاطط عبده يحيى راس حربه، يعني هو حاطط بلحه وملك توريه هم اللي على الاطراف، واحد يمين واحد شمال. الافضل له انه يلعب عبده على الطرف، عبده مش مستريح في راس الحربه. انت في المقابل كميات الجري تبقى لازم تبقى اكتر من كده. صحيح، شراستك على المرمى لازم تبقى اكتر من كده عشان صحيح تجيب الجون الثاني. صحيح. طيب كابتن بلال، اكيد هيحدث تغييرات في الفريقين الشوط الثاني، ايه الاوراق اللي ممكن يستغلها سامي وصان في الشوط الثاني لتغيير الصوره؟ شوف يا كابتن، يعني يمكن انت عملت تغيير اضطراري ونزلت صلاح محسن مكان طاهر محمد طاهر. تمام، صلاح محسن لعيب متحرك، يعني لعيب متحرك ولعيب بيلعب على الجول، بيعرف يسجل اهداف. انت مشكلتك كلها ان انت مش قادر تستغل المساحات الفاضيه، مش قادر تستغل الهجمات بتاعتك. ابتديت بدايه جيده، سجلت هدف، عندك اكتر من محاوله على فترات مختلفه، لكن احنا بنقول يا جماعه زي ما قلنا قبل المباراه، انت مش هتبقى كره في ايديك طول 90 دقيقه. اكيد في فرقه هتبادلك بعض الهجمات، لكن كل اللي انا عايز اقوله ان يبقى في الحاله الدفاعيه يبقى عندك تنظيم شويه، تبقى منظم دفاعي. ما ينفعش يبقى فرقه المحله بيجي لها فرصتين ثلاثه خطر على المرمى، في ممكن يصوب يسجل هدف وكره تطلع في العارضه وركنيه ثانيه، يعني الهجمات خطر. لازم يبقى فيه شويه تنظيم دفاعي شويه. الكباتن اتكلموا عن الحاله بتاعت اللعيبه، انا بس المطلوب او المهم جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي ان الشوط الثاني يبقى فيه تركيز اكبر من كده، يبقى فيه ضغط اكتر من كده، يبقى فيه هدف واصرار اكتر من كده. ما ينفعش ان انا اسجل هدف واتراجع. النادي الاهلي يعني الشخصيه بتاعه النادي الاهلي مش كده، شخصيه النادي الاهلي او الكاريزما بتاعه النادي الاهلي المفروض بتاعه لعيبه النادي، انك لما تسجل هدف تدور على الثاني عشان تقتل الماتش. الفريق الخصم كسب المباراه بتاعته، انت كمان لازم تكسب، ولازم تكسب بنتيجه واداء جيد. المباراه اللي جايه صعبه، المباراه اللي جايه كلها هتبقى اصعب من كده. احنا محتاجين رجاله في الملعب. انت مهم انك تكسب النهارده، تخرج بمكسب، اهم يعني يمكن اهم من الاداء واهم من كل حاجه. بالظبط، بس المكسب لازم يبقى فيه دفاع كويس، لازم تبقى منظم دفاعيا، لازم تبقى قوي دفاعيا. صحيح، كل توفيق النادي الاهلي ان شاء الله في الشوط الثاني، تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.